يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الصلاة جماعة في غير المساجد كمقر العمل مثلا يحصل بها المطلوب شرعا؟ هل إيش؟ هل الصلاة جماعة في غير المساجد كمقر العمل مثلا يحصل بها المطلوب شرعا؟ هذا بحسب العذر، إذا كان هناك عذر من أجله صلوا في مكان العمل فلهم الأجر، أما إذا كانوا متكاسلين ما لهم عذر إلا الكسل فليس لهم ذلك، يصلون في المساجد. نعم.